نعم، إذا ذكرنا قبل هضرنا على المقام الخماسي ديال الموسيقى الغنوية، قلنا دائما عندنا دو ري مي فا والسول واللا والسي، عندنا الدو. قلنا دائما عندي نص بعد ما بين المي والفا، إذا هنا نص بعد ما بين السي والدو، كاين نص بعد الآخرين كلهم ما بيناتهم كاين بعد، ولكن شنو كاين ما بين الدو والري؟ كاين ما بيناتهم قلنا كاين بعد بعد، ولكن كاينه واحد النوطه ما بين الدو والري هي الدو دياز. يعني فاش كنهبط تحت الدو كنلقى واحد النوطه سميتها الدو دياز، اللي تقريبا ممكن نسميها الري بيمول. باش ما نضوخكمش بزاف، عندي النوطه ديال الدو فاش كنلعبها على المونش الجمبري كنهبط صبعي واحد شويه، ما كنبقاش كنلعب الدو، كنولي كنلعب الدو دياز، اولا كنطلع داك النوطه شويه للفوق كنولي كنلعب الري بيمول. هذا الري بيمول هي الدو دياز تقريبا، واخا كاين بيناتهم واحد الفرق. دونك ما بين الري كاين تحت من الري كاين الري دياز اللي ما بيناتهم دابا هادو وما بين هادي كاين ان دومي، وما بين الري دو دياز والري كاين حتى هي ان دومي، واحد على جوج، واحد على جوج زائد واحد على جوج هي واحد. نفس الشيء بالنسبه للري والمي، عفوا ناخذ دائما ما بين الري والمي كاين بعد واحد اللي ما بيناتهم واحد النوطه اللي هي الري دياز اولا مي بيمول. مي دي مي بيمول فوالا. اذا مثلا كاين عندنا فا كنرمزو لها بفا دياز، اولا سول نجي للفوق ونكتب واحد بي صغير. باش كتبقى عندي النوطه اصليه ما فيها لا دياز ولا بيمول كنلعب كيف ما هي، كاين اللي كيرمز ليها هكا ديكار، هذا الرمز هذا بحال هكذا، هذا كيتسمى البيكار. بيكار هي النوطة الأصلية، تحت منها كاين دياز وفوق منها كاين البيمول. هادشي كله علاش؟ هنايا هاد لي نوط ديال الدياز والبيمول هما اللي كنشوفوهم في البيانو، دوك لي توش نوار. أما لي توش بيكار بويض هما ما فيهمش كاع لي زالتيراسيون، هما كيبقاو أصليين. لي زالتيراسيون يعني داك النوطه كتهبط بنص بعد ولا كتطلع بنص بعد، الا هبطات بنص بعد كتسمى دياز، الا طلعت بنص بعد كتسمى بيمول. هادشي هو اللي شفنا هنايا. واخا اجي نشوفو الجمبري شنو غادي نديرو فيه حنايا، الطريقه اللي غادي نخدموها في لا طابلاتور. رانا سيدي الجمبري ها الموش ها نرسموها بالزربه باش ها الرزه ديالو ها هو ها السير ها سير واحد اخر ها الوسطية ها ريكورد فوالا معليناش. قلنا سيدي هنايا واحد وهنا كذلك واحد وهنا جوج وهنا ثلاثة، هادشي في لاغام بانتاتونيك. فاش كنلعبو الكورد خاوي كنكتبو زهر فوالا، نزيدو حتى هنايا جوج ونزيدو حتى هنا ثلاثة فوالا. من بالنسبة للمقام ديال الحمدوشية مكنلعبوش هاد لي نوط هادو بالضبط، كيتبدلو كيتغيرو، كنزيدو دوك لي دياز ولي بيمول. دونك هنايا واحد في الحمدوشية مكنبقاوش نلعبو هاد النوطة هادي الواحد، كنوليو نلعبو كطلع واحد شوية بيها للفوق كتولي بيمول فوالا، كتولي لا بيمول. إذا كتبناها في الطاب عفوا غادي نكتبو لها واحد بيمول، إلا هبطنا بها لهنا غتسمى واحد دياز. نفس الشيء هنايا، هذا الكورد الفوقاني واحد بيمول وهنا واحد دياز فوالا. نفس الشيء هنايا، هادو ما بيناتهم نصف بعد، قلنا ما بين المي والفا كاين نص بعد، وما بين السي والدو كاين نص بعد. اذا هنايا هادي غادي تكون سول بيمول هاد الثلاثة، المهم ما عليناش هادي ما كتهمناش انها ما كنلعبوهاش كاع. ها الجوج مباشرة غادي ننتقلوا لواحد فوالا. كنتمنى يكون هاد الشيء ساهل. دونك واحد دائما الا كانت فوق منه كنطلع بيدي الفوق كتسمى بيمول، ولا هبطات كتولي دياز فوالا. هاد الشيء اللي كاين. دونك في الحمدوشية، في الحمدوشية هو مقام فيه سبعة ديال النوطات، هاد السبعة ديال النوطات عندها واحد الترتيب معين، ما كيبقاوش داك لي نوط الاصليين. اذا كنظن في الحمدوشية
النوطات اللي كيتلعبوا هما هادو. نعطيكم غير كمثال النوطات اللي كيتلعبوا في الحمدوشيه، ما كنبقاوش كنلعبوا الواحد، ممكن نلعب واحد دياز او لا ممكن نلعب جوج. اذا غالبا نلعبوا في الحمدوشيه هاد الجوج، هادي هاد الواحد ما كيتلعبش هو الدياز، كتلعب الواحد بيمول فوالا، وكتلعب جوج وكتلعب ثلاثه. اذا شحال من نقطه كاين هنايا؟ المونش رقم واحد. شنو عندنا؟ عندنا هنايا كنلعبوا مقام سباعي في سبعه ديال النقط. شنو هما؟ دونك هنا قلنا يا اما كنلعبوا واحد ولا كنلعبوا واحد بيمول على حسب شنو بغيت ندير. نفرضوا حنا غنلعبوا الواحد فوالا، حيد داك الواحد البيمول وكنلعبو معاه الجوج. اذا عندي هنا في الكورد الاول كنلعب ثلاثه د النوطات، كتلعب الكورد خاوي اللي هو الري، وموراه كنلعب المي، وموراه فا دياز. هذوك الجوج راه فا دياز فوالا. دونك هنا ثلاثه واحد جوج ثلاثه، وموراها الكورد خاوي فا، الكورد خاوي اللي تحت في التحتيه هو السول، وموراه واحد بيمول اللي هو السول دياز او لا لا بيمول. واحد دياز جوج ثلاثة، اذا السول لا وكاين سي وكاين دو. اذا هي واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ها ستة ها سبعة. دونك هنا عندنا مقام في سبعة النقط. اذا دائما في الحمدوشية هادو هما النقط اللي كنلعبو، باش تفهمو شنو هو المقام في سبعة ديال النقط. يعني كنلعب كورد خاوي اللي هو الري رقم واحد، رقم جوج، رقم ثلاثة، كورد خاوي رقم خمسة، هذا هو ستة، عفوا راه غلطت، واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة، وهذا ستة ها سبعة. دونك سبعة النقط زائد لي كورد خاوي، يعني هذا كورد خاوي هو واحد جوج ثلاثة أربعة هو الكورد خاوي، ها خمسة ها ستة ها سبعة. دونك هنايا سبعة ديال لي نوت. هادو لي كنلعبو في المقام السباعي اللي كيتسمى الحجاز. الحجاز وباش كنلعبو الحمدوشية. من بعد كيكونو شي تغييرات بعض المرات عاوتاني هاد الواحد، يمكن يرجع هنايا نلعبو عاوتاني هنايا، ولعب وحده واحد دياز ولا شي حاجه. اذا غادي نشوفوا هذا الشيء من بعد. شكرا بزاف.